عوف بن مالك رضي الله عنه عندما سمع السب والاستهزاء قال ما رأينا مثل قرائنا، قال كذبت ولكنك منافق. إذن هنا وجب أن يتكلم. إذن كما أن أحيانا الكلام محرم كذلك الصمت أحيانا يكون محرم. يسمع، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. واحد يسب ربك، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلامي، تسكت؟ يرسل لك رسائل؟ الآن من يرسل لنا رسائل فيها سب أم المؤمنين عائشة، يقول انظر ماذا قال الخبيث في أم المؤمنين. طب هل ترسل لي رسالة ماذا قال فلان في أمك؟ والله ما تستطيع ترسلها، لكن في أم المؤمنين لا إشكال. وبعدين قال نحب أم المؤمنين، كذاب. هذه والله ما طريقة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. كيف اليوم نسمع ونقرأ لأهل البدع؟ كيف؟ لماذا؟ وتجد بعض الطلاب العلم سلفي مع كتب مبتدعة، قال متهوكون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال هذا أدرى الناس بهؤلاء. طيب وشيخ الإسلام ما يعرف هذا؟ فأخواننا مسائل نحققها، لا يأتينا طالب ويقول لا فلان من العلماء قال كذا، قال يصح نقول صباح النور ما في إشكال، نيتي طيبة. نقول لفظك غير صحيح. الآن الحلف يحلف بالشرف، يحلف بالذمة، بالأمانة، برأس أمي حياتي وحياتك وثربة أمي وشيبتي وفي رقبتي وفي لحيتي وفي شواربي وبالعون. بالعون إله وإحنا لا ندري، والله إله وإحنا لا ندري. أترك الجوال أشياء. بعض الناس هدانا الله وإياه يدخل الكلام إلى أماكن، وهذه الأماكن كانت لا تعرف هذه الكلمات، مثل بلعون مثلا. عندنا الأسماء، عندنا التعبيد ما يكون إلا لله، عبد الحسين، عبد النبي، عبد السيد، عبد كذا، ما يمكن. عبد السيد إذا يقصد الله سبحانه وتعالى السيد الله تبارك وتعالى. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. قال له رجل، قالوا له أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتوهموا فيه السيادة التي لا تكون إلا لله، الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. ولهذا عندنا العوام إذا قلت له يا سيد قال سيدك مولاك عامي. وبعض أخواننا لو تقول له أنت سيد قل جزاك الله خير شكرا. أسماء المركبة لا توجد عند العرب. هل سمعتم يوم من الأيام أنه أحد يقول عبد الله عمر الخطاب؟ لا ما يوجد هذا. أحد يقول هذا؟ لا. إيش تقول؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، صح؟ خالد ابن الوليد، عثمان ابن عفان، وإحنا شو اسمك؟ قال سعود ابن مفلح ابن صالح ابن كذا. لا ما يقول بن سعود مفلح صالح، خطأ. عند العرب تقول محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، نعم هكذا ابن. فأدخلوا للعرب أسماء من باب التبرك، تصوف. أي ولد عندهم يولد يسموه ماذا؟ محمد، محمد سعيد، محمد صالح، محمد موسى، محمد حسن، محمد حسين، كل الأولاد محمد، محمد يحيى. وفي دول أفريقيا يسمي الأولاد كل الأولاد محمد، محمد أول، محمد ثاني، محمد ثالث، محمد رابع. والله تحصل العيلة كلها محمد، محمد أول ابن محمد ثاني ابن محمد ثالث ابن محمد عاشر.
تضحكوا. جاءتنا هذه الآن أسماء مركبة، ولهذا منعت عندنا أسماء الحمد لله مركبة، ما عندنا اسم مركب. غلام علي، غلام علي، غلام علي، غلام علي يعني عبد علي. غلام علي معناها عبد علي. السيد البدوي، السيد الحسين، السيد التيجاني، السيد زينب. السيد معناه، هذا يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله ليس أنا، يقول معنى السيد الحسين والسيد التيجاني يعني المقصود عند الحوائج من دون الله، يعني شرك أكبر. هذا اللفظ إذا قال السيد، السيد الحسين والسيد زينب، هذا يقول محمد عبد الوهاب، يقول يعني الذي يقصد عند الحوائج من دون الله سبحانه وتعالى، يعني شرك أكبر. وكم يقال السيد الحسين والسيد البدوي والسيد التيجاني والسيد زينب وكذا. نعم إشكال. أمانة، بعض الناس يقول لك إيش أمانة؟ تقول له والله يا شيخ ما أستطيع. قال أمانة عليك، يعني حلف بغير الله. واستغرب البعض، وحتى قد يحكي البعض، يقول فلان من الناس سرق سمكة وأكلها وبقي أثر السمكة الشوك والرأس والذيل، فجاءوا إليه قالوا يا أخي اتق الله، تسرق السمكة؟ قال والله ما سرقت السمكة ولا أكلتها. قالوا لا، احلف بالتيجاني. قال لا، تيجاني ما استطيع احلف به. لا، هذا يعظم التيجاني أكثر تعظيم الله، هذا شرك أكبر، هذا الحلف بغير الله شرك أكبر. فأصروا عليه أن يحلف بالتيجاني، فحلف بالتيجاني أنه لم يأكل السمكة، فخرجت السمكة من فيه. الله أكبر. اعتبر القصة باطلة، لا شك باطلة. اعتبر أن الشيطان لبس عليهم ورأى السمكة تخرج من فيه، هذا معناه أن التيجاني ما ليس لله، عندما حلف بالله ما حصل شيء، حلف بالتيجاني حصل هذا. فأخوانا إنسان يحلف بغير الله نبهه، وما يمكن نسكت، نعلم الناس بطريقة بأسلوب. تقول إذا تحلفني بالله أجلس، وإذا تحلفني بالذمة بالعهد بالأمانة والله ما أجلس، هذا حلف بغير الله. حوبة فلان. المهم يا أخواننا عندنا التطير لا نهاية له، كثير جدا من يتطير تشاؤم. فلان والله نسيت الكلمة يا رجل، يقول فلان شرارة، فلان منحوس، فلان نحس، فلان أعوذ بالله. إذا رأى فلان وقال أعوذ بالله، قول أعوذ بالله تطير شرك أصغر هنا، قول أعوذ بالله هنا شرك أصغر تطير. خير يا طير شرك أصغر، صبحنا بوجه فلان شرك أصغر. ويضع أرقام خاصة، يعني مسميات خاصة، الزوجة، وزارة الداخلية، الأمن العام، الشرطة، النجدة. نعم، حتى ممكن يسميها أسماء غير عربية، واحد كاتب كونان محقق. يعني احنا ايش لنا وايش هذه الأسماء الغربية أخواننا، جيبوا لنا كونان وجيبوا لنا الأشياء دي. المهم المسلم ما يتطير، من اللي يتطير؟ المشرك المنافق. المسلم دائما يتفاعل، ما تتطير. في القديم كانت العراق ملكية، ذهب رجل من أهل السعودية للعراق وبقي هناك أشهر، ستة أشهر تقريبا، ورجع. عندما رجع للسعودية حصل انقلاب وقتل هذا الملك ومن معه. فقال عندنا أحد الأمراء لهذا الرجل، قال أنت شؤم على العراق، أنت شؤم، مجرد ما رجعت انتهت العراق. قال يا طويل العمر ارسلني على اليهود، ارسلني على اليهود اقضي عليهم واتي، امر ليس بيدي، امر كتب الله، صح ام لا؟ قال لو اقضي انا اقضي على الناس خلاص اذهب الى اليهود، هناك الدولة الصهيونية كان قضى عليها الامير ايضا، صحيح، لكن هو قال لا ارسلني على اليهود اقضي عليهم واجيك، لا تحتاج الى دبابات ولا صواريخ ولا شيء، أمر بيد الله.
تأخذ بالأسباب لا مانع، أما تتطير تتفاعل تتطير تتشائم من الناس من يتشائم حتى بالقرآن. وعلموا الأولاد عندنا الصغار حتى هذا، علموهم التعويذات. نعم تعلم التعويذات الشركية، يتعلم يقول بحر يسافر أو لا يسافر، إيش أصنع الصغير؟ أو يذهب إلى السوق يشتري هذه أو يشتري هذه، إيش أصنع؟ معروف عند الصغار استقسام بالأزلام، معروف هذا كثير عادي طبيعي جدا، شرك هذا استقسام بالأزلام. يقول عندنا حتى عندكم حادي بادي كرمب زبادي شاله وحطه كله في هذه، صح؟ يصنع هذا. بعدين بعض الناس قال لا قرعة، يا أخي القرعة مو هنا، أسافر أو لا أسافر، أتزوج أو لا أتزوج، هذا استقسام بالأزلام الذي كان عليها للجاهلية. بعض الناس كل ما يولد له ولد يموت، فإيش يصنع؟ قال سميه اسم أكشر، ما أكشر أكشر، أي المهم يعني سميه، قال سميه والله اسمع المهم المهم لا جبنا اسماء لانه مو ممكن بعض الناس هو عنده هنا اسم، فقال اسمه شنوه، ايش شنوه؟ ما لها معنى، ممكن اسم للشياطين هذا، لماذا تسميه بهذا الاسم؟ من حق الولد على الوالد ان يختار له اسم حسن، قال لا اكشر عشان يعيش، اذا هذا الاسم له علاقه بحياته او وفاته؟ لا، فيسميه هذا الاسم. مشكله الاسماء عندنا مشكله، لان كل انسان له من حق من اسمه نصيب. يسمى عندنا اي واحد ياتي غير كويتي مثلي انا، جيت من السعوديه ايش تقول عني؟ ها اجنبي 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 صح اجنبي، لان عندنا في المطار الاجانب والكويتيين، صح ولا لا؟ حتى في السعودية تمام. أجنبي ما معنى أجنبي؟ الأجنبي هذه الكلمة خطأ، لماذا؟ حتى يساووا بين اليهودي والنصراني والمسلم، هذا كله أجانب صح؟ أي نعم. إذن من أين لنا هذا المصطلح مصطلح أجنبي؟ خطأ صح؟ خطأ أي نعم. في عندنا كتاب في المدارس، كل المدارس كتاب في الخرائط اسمه أطلس. أطلس هو الإله الذي يمسك الكرة الأرضية، وإحنا نقول أطلس. من أين جاءتنا أطلس؟ من الكفار، حتى نقول أن الإله الذي يمسك الكرة الأرضية هو أطلس. ليش ما نقول خرائط العالم؟ ليش ما نتكلم باللغة العربية؟ ليش نقول دوار عباد الشمس؟ كيف؟ قال عباد الشمس. شو اللي عباد الشمس؟ قال الشجرة هذه اسمها عباد الشمس؟ يعني تعبد الشمس؟ قال ما أدري، هكذا أنا سمعت الناس. وليش أنت تقول عباد الشمس؟ تقول إيش المفروض؟ دوار الشمس، بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، قوس قزح. خطأ خطأ، ما يمكن لا قوس قزح ولا أطلس ولا عباد الشمس ولا غيره من هذه الأشياء اللي تأتينا، ما أدري من أين أتت.